بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل مع بعض ان شاء الله دروس الرياضيات للصف مادة الميكانيكا، وحدة الاستاتيكا للصف الثاني الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. احنا في وحدة الاستاتيكا، معلش طولنا فيها شوية، وده يعتبر الجزء الثاني من الدرس الأخير في هذه الوحدة، اللي هو اتزان جسم تحت تأثير مجموعة من القوى المستوية المتلاقية في نقطة، وأخذنا قاعدة مثلث القوى، والنهاردة إن شاء الله ناخد قاعدة لامي وقاعدة مضلع القوى. قاعدة لامي بتقول إيه؟ لو انا عندي ثلاث قوى متلاقية في نقطة، قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة، الزاوية بين قاف واحد وقاف اتنين اسمها ه اتنين، وقاف اتنين وقاف تلاتة اسمها ه واحد، وقاف تلاتة وقاف واحد اسمها ه اتنين. لو انا اخدت القوة دي ورسمتها على مثلث القوى بحيث تكون هذه القوة في ترتيب دوري واحد، يبقى انا اخدت القوة قف واحد، ادي القوة قف واحد على الضلع ب ج، القوة قف اتنين على الضلع ج الف، القوة قف تلاتة على الضلع الف ب، يبقى في ترتيب دوري واحد. هذا الاتجاه بهذا الترتيب بسميه ترتيب دوري واحد. الزوايا بقى ه واحد هتلاقيها هنا، اللي هي بين القوة قف واحد للعمودية مع المستقيمة اللي هي ه واحد، دي ه واحد دي، ودي ه اتنين، ودي ه تلاتة، وه اتنين اللي هي الزوايا الخارجة عن المثلث. من قاعدة الجيب، قاعدة الجيب للايه؟ لهذه الزوايا. الزاوية دي هتبقى كام؟ ايوة 180 ناقص ه، يبقى دي 180 ناقص ه واحد، والزاوية دي ايوة هتبقى 180 ناقص ه اتنين، والزاوية اللي هي التالتة ديت اللي هي الموجودة ديت هتبقى 180 ناقص ه تلاتة. طيب لو اخدت بقى قاعدة الجيب هيبقى قف واحد على 180 ناقص على جا 180 ناقص ه واحد، يبقى به جيم اللي هي قف واحد بقى، يبقى قف واحد على جا 180 ناقص ه واحد، وقف اتنين على 180 جا 180 ناقص ه اتنين، وقف تلاتة على جا 180 ناقص ه تلاتة. جا 180 ناقص يعني في الربع الايه؟ في الربع الثاني، الربع الثاني جا موجب، يبقى يدينا جا ه اتنين على طول، جا ه واحد وجا ه اتنين وجا ه تلاتة، يبقى قف واحد على جا ه واحد، قف واحد على جا ه واحد الزاوية المقابلة ليها، قف اتنين على جا ه اتنين، قف تلاتة على جا ه تلاتة، وهي ديت قاعدة لامي. هي دي قاعدة لامي اللي بتقول ايه؟ اذا اتزن جسم تحت تأثير ثلاث قوى مستوية متلاقية في نقطة، فإن مقدار كل قوة يتناسب مع جيب الزاوية المحصورة بين القوتين الأخريين أو الأخرتين، يبقى بيتناسب مقدار القوة مع جيب الزاوية المحصورة بين القوتين الأخرتين. واضحة كده، سهلة جدا كده القاعدة، وفي منتهى الأهمية، وبتحتاجها، وبعض المسائل في ثالثة ثانوي ما بتتحلش إلا باستخدام، أو يمكن حلها باستخدام قاعدة لامي بسهولة. بيقول لي ثلاث قوى مقاديرها 60 وقاف وكاف نيوتن متزنة. متزنة على طول يبقى مثلث القوى أو قاعدة لامي، ومتلاقية في نقطة، فإذا كان قياس الزاوية بين القوتين الأولى والثانية 120 درجة، يبقى ناخد احنا الزاوية، ادي الزاوية، ادي القوة الأولى اللي هي 60 والقوة الثانية 120 درجة، وادي القوة الثانية كام؟ قاف، والقوة الثانية قاف، الزاوية هنا كام؟ 120 درجة. وبين الثانية والثالثة اللي هي كاف كام درجة؟ 90 درجة، يبقى هنا هيبقى في زاوية هنا 90 درجة، يبقى دي الكاف، يبقى دي كام؟ 210، يعني هنا يبقى اللي هي الزاوية دي هتبقى ايه؟ 360 ناقص 120 زائد 90،
يعني هيساوي 360 ناقص كام؟ صفر 210 صفر، يبقى 5، يبقى 150، يبقى هذه الزاوية 150. تمام، يبقى تقول له من الاتزان نستخدم قاعدة لامي. قاعدة لامي بتقول ايه؟ ان قاف على جا 150 يساوي كاف على جا 120 يساوي 60 على جا 90. 60 على جا 90، يبقى اذا القاف هتساوي 60 في جا 150 على جا 90 يساوي، طب الكاف هتساوي 60 في جا 120 على الجا 90. نشوف بالآلة دي ونشوف بالآلة دي. مود واحد، يبقى انا ناخد ايه؟ ناخد كسر 60 في جا يعني ساين 120 ونقفل القوس على الساين 90 ونقفل القوس. مظبوط، 60 في جا 120 على ساين 90. مظبوط، يبقى يدينا 30 جذر 3 اللي هي اللي تحت دي، يبقى كاف هيدينا 30 جذر 3 نيوتن. طيب نشوف القوة التانية، يبقى 60 في ساين 150 على ساين 90 يساوي 30. يبقى هنا ده هيدينا كام؟ هيدينا 30 نيوتن. يبقى انا جبت مقدار القاف والكاف باستخدام قاعدة لامي، بسيطة جدا وتطبيق مباشر ما فيهوش اي مشاكل اطلاقا. خلاص ناخد مثال كمان، بيقول لي في الشكل المقابل ثقل مقداره 10 نيوتن معلق بخيطين يميل الاول على الافق بزاوية 30. يبقى يميل الاول بالخيط ده بزاوية 30 على الافق، والثاني يميل بزاوية 40. يبقى الشيء القوة هنا شين واحد والقوة هنا شين اتنين. اوجد مقدار كل من شين واحد وشين اتنين في حالة الاتزان. خلاص، يبقى في حالة الاتزان، يبقى من الاتزان وباستخدام قاعدة لامي. وباستخدام قاعدة لامي نشوف الزوايا. شين واحد دي هتبقى كام؟ دي كلها هتبقى كام؟ 40 و90 يعني 130 درجة. طب دي 30 و90 يعني دي كلها هتبقى 120 درجة. 130 يعني 250 من 360 صفر واحد واحد، يعني دي هتبقى كام؟ هتبقى 110. يبقى شين واحد على جا 130 يساوي شين اتنين على الجا 120 يساوي 10 على الجا 110، يعني شين واحد يساوي 10 جا 130 على الجا 110 يساوي، طيب وشين اتنين هيساوي 10 جا 120 على الجا 110، ونشوف هتطلع بكام بالآلة. ادي الكسر الاولاني هيبقى كام؟ 10 في ساين 130 على ساين 110 يساوي، خلاص يبقى 8 وايه؟ 8 و2 من 10، يبقى 8 و2 من 10 نيوتن. طيب التانية، الكسر هو 10 ساين 120 على الساين 110 يساوي ايه؟ 9 و2 من 10، يبقى 9 و2 من 10، يبقى ده 9 و2 من 10 ايه؟
9.2 من عشرة نيوتن، يبقى ده 8.2 من عشرة نيوتن الشد في الأولى و9.2 من عشرة الشد في الثانية. قاعدة بقى في منتهى الأهمية أيضا بتقول لي إيه، يعني مش هي نفسها في منتهى الأهمية، ولكن الحاجات اللي أنا هستنتجها منها في منتهى الأهمية خاصة من المثال التوضيحي ده. بيقول لي إذا اتزن جسم جاسئ تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية فإن خطوط عمل القوى تلتقي في نقطة واحدة. يعني عندي قوة هنا وقوة هنا وقوة هنا، وهذه القوى الجسم اللي أثرت عليه متزنة غير متوازية ومستوية، فإن هذه تتلاقى في نقطة واحدة. يبقى أنا لو أخدت امتداد القوة كده وأخدت امتداد القوة دي وأخدت امتداد القوة دي هيلتقوا في النهاية في إيه؟ في نقطة واحدة. يعني مثلا لو أنا عندي مثال ده اللي بقول عليه القضيب، قضيب هو كلمة منتظم، لما يقول لك كلمة قضيب منتظم معناته إيه؟ أن الوزن يؤثر في منتصف القضيب، في منتصف القضيب. مهم أوي 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 الحكاية دي. يبقى يقول لك قضيب منتظم يبقى الوزن في منتصف القضيب، معناته إن الإيه؟ إن الألف جيم يساوي البه جيم. تاني حاجة لما يقول لي القضيب استند على حائط أملس، على حائط أملس، فالحائط بيؤثر على القضيب بقوة اسمها رد الفعل. رد الفعل ده بيكون عمودي، يبقى رد الفعل الجسم الأملس عمودي، عمودي عليه، يبقى رد الفعل كده بيبقى عمودي على الحائط. رد الفعل الجسم الخشن غير معلوم الاتجاه، غير معلوم الاتجاه بيبقى في أي حاجة. يبقى ده هيؤثر، الحائط هتؤثر على القضيب برد فعل عمودي ره واحد، الوزن الأعلى لأسفل، الوزن لأسفل، ورد الفعل ما عرفلوش اتجاه ده. فالقاعدة حسب القاعدة اللي هنا معناته ايه؟ ان رد الفعل اتنين ده ورد الفعل واحد، والوزن لازم يلتقوا في النهاية في نقطة واحدة، لازم يلتقوا في نقطة واحدة. دي القاعدة اللي هي موجودة عندنا. ناخد مثال عليها. المثال بيقول ايه؟ كرة معدنية منتظمة ملساء وزنها 1.5 ثقل كيلو جرام وطول نصف قطرها 25 سنتي، ربطت في احدى نقط سطحها ب بخيط طوله 25 سنتي ومربوط طرف الاخر الف من نقطة في حائط رأس املس. اتزنت الكرة وهي مستندة على الحائط، يعني هو الشكل العام كده، ادي عندي حائط اهوت وادي حطيت عليه كرة، الكرة الخايبة دي. طيب نرسم الكرة الاول، ادي الكرة اهيت وادي الحائط، لان استندت على الحائط يبقى ايه؟ الكرة مستندة على الحائط، الحائط ده املس والكرة مربوطة في خيط هنا كده، الخيط هنا ده الشد في الخيط ادي شين، وطوله طول الخيط طوله 25، يبقى طول الخيط ده 25 سنتي. تمام. الكرة لها رد فعل، تأثير الكرة هنا رد فعل عمودي، يبقى عمودي هنا طالما عمودي يبقى هيمر بايه؟ هيمر بمنتصف الكرة او بمركز الكرة. طيب ما مركز الكرة بيؤثر عليه الوزن، ادي الوزن، يبقى وزنها 1.5 ثقل كيلو جرام. تمام جدا جدا كده. وطول نصف قطرها، يبقى طول نصف قطرها ده 25 سنتي، يبقى ده 25 سنتي. طيب يبقى ده اللي هو هنا ده هيبقى 25 سنتي، هيبقى المفروض ده يبقى ايه؟ يعني يمر بالمركز ايضا، يعني الحته دي هتبقى تمر، بيبقى المفروض يبقى كده، معلش يبقى سيبك من الحته دي، يبقى المفروض هيبقى بهذه الصوره. خلاص يبقى دي 25 ودي 25، يعني ايه؟ هيبقى 50 سم، هيبقى 50 سم. طيب نرسمها احسن من كده. ادي الكره اهيت، ادي المركز اهوت، وادي 1.5 ثقل كيلو جرام، وادي الخيط، خلينا نرسمه كده بهذه الصوره،
ماشي، وادي الحائط وادي رد الفعل، يبقى ده رد الفعل وادي الشد اهوت، وده 25 سنتي وده 25 سنتي وده 25 سنتي، ده عمودي. ده الشكل العام، ده الشكل العام للايه؟ للكره. يبقى ايه تاثير تحت يبقى القوه الكره متزنه تحت تاثير ثلاث قوى، الشد ورد الفعل العمودي ده والوزن. يبقى انا ممكن احلها بمثلث القوه، سهله جدا ان انا احلها بمثلث القوه. يبقى مثلث القوه هيجي ايه؟ ادي القوه الاولى اللي هي الوزن اللي هي 1.5 ثقل كيلو جرام، القوه الثانيه اللي هي رد الفعل العمودي، ادي رد الفعل العمودي، والقوة الثالثة اللي هي الشد، ادي القوة الثالثة اللي هي الشد. نجيب الاطوال، الاطوال ده كام؟ 25 سنتي، ممتاز. والطول ده كام؟ ما قالش عليه. طيب الطول ده كام؟ 50 سنتي، 50 سنتي، يبقى الف ب ج، يبقى يمكن تمثيل القوة بمثلث القوة ألف ب ج. يبقى أنا عايز أجيب إيه؟ ألف ج تربيع هتساوي ألف ب تربيع ناقص ب ج تربيع، يعني يساوي 50 تربيع، يعني 5، يبقى 25، يعني 2500 ناقص 25 تربيع، يعني إيه؟ 25، 625 هيساوي كام؟ نشوف الآلة أحسن. يبقى دي تربيع اهوت 50 ناقص تربيع تاني 25 يساوي، ناخد الجذر بقى، ده الجذر الأنصر، يساوي 25 جذر 3. يبقى الألف جيم، الألف جيم لوحده هيساوي ايه؟ 25 جذر 3 سنتي الألف جيم. يبقى من قاعدة مثلث القوة، القوة الأولانية اللي هي عايزينها اللي هي شين على الضلع بتاعها 50، يساوي القوة دي اللي هي 1.5 على 25 جذر 3، يساوي القوة التانية اللي هي رد الفعل على 25. ده اللي معروف، يعني هيبقى الشين، اكتبها لك هنا، يبقى شين تساوي 1.5 في 50 على 25 جذر 3، والره تساوي 1.5 في 25 على 25 جذر 3، دي معادية 15، يعني خليها 10، احسبها بالآلة بقى، يعني انت وطلع القيم، احسبها بالآلة وطلع القيم. نحسبها بالآلة مش مشكلة، نحسبها بالآلة هنا اهيت، هنا 1.5 في 50 على 25 في جذر 3، خلاص اعطاني جذر 3. يبقى هنا ديت، يبقى الشين يساوي جذر 3، يبقى الشين فوق، يبقى الشين يساوي جذر 3. طيب الر اللي هو رد الفعل، طيب هيديني ايه رد الفعل؟ يبقى 1.5، 1.5، نقفل ده، 1.5 في 25 على كام؟ 25 جذر 3، على 25 في جذر 3، اعطاني جذر 3 على الاتنين، يبقى الر يساوي جذر 3 على الاتنين. بيقول لي كرة منتظمة ملساء وزنها 100 ثقل كيلو جرام، وطول نصف قطرها 30 سنتي، معلقة من نقطة على سطحها بأحد طرفي خيط خفيف طوله 20 سنتي، ومثبت الطرف الآخر في نقطة على من حائط رأسي أملس، أوجد وضع في وضع التوازن كل من الشد في الخيط ورد الفعل. نفس المثال اللي فات، معلش هسيبه لك تمرين، هتحله بمثلث القوة، مثلث القوة. ناخد مثال، بيقول لي علق قضيب منتظم طوله 100 سنتي، منتظم يعني ايه؟ الوزن في المنتصف،
طوله 100 سنتي ووزنه 30 نيوتن، يبقى انا عندي قضيب، ادي قضيب اهوت، عايز تسميه سميه الف ب، وادي الوزن في المنتصف 30 نيوتن، يبقى ده 50 سنتي وده 50 سنتي لانه طوله 100 سنتي. علق في خيطين، بس الخيطين ايه؟ متعامدين. يعني ايه الشد اهوت؟ ادي ده وليكن شين واحد وده وليكن شين اتنين، لازم الوزن يلتقي معاهم في نقطة، لازم الوزن يلتقي معاهم في نقطة. هل ده ممكن اصممه على اساس مثلث القوة؟ لا. ليه؟ لان اتجاهات القوة مختلفة. فانا هحاول بقى اظبط على اساس قاعدة لام، يبقى لازم امد دي كده، يبقى ادي شين واحد اهو، ادي شين اتنين وادي شين واحد، خلاص الزاوية بيناتهم هنا 90 درجة، الزاوية بيناتهم 90 درجة. طيب انا عايز الزوايا، يعني انا عايز الزاوية ديت اللي هي من شين واحد قصادها، بين الشين بين الشين اتنين، دي شين اتنين ودي شين واحد، بين شين واحد والوزن، وعايز الزاوية دي. طيب انا عندي في مثلث ده ألف باء جيم، في تقول له في مثلث ألف ب جيم، خلاص، ودي دال جيم دال جيم دال، واصل من رأس القائمة إلى منتصف الوتر، صح ولا لا كده؟ يبقى ده مثلث قائم الزاوية، وجيم دال واصل من رأس القائمة إلى منتصف الوتر، إذا يساوي إيه؟ طول نصف الوتر، يبقى يساوي طول نصف الوتر، يعني يساوي 50 سنتي، يبقى ده 50 سنتي. يبقى أنا لاحظت المثلث اللي هو جيم ألف دال ده 50 وده 50 وده طول كام؟ ما قال لك طوله 50 أيضا، اللي هو وطول أحدهما 50 سنتي، يبقى ده 50، يبقى المثلث ده مثلث متساوي الأضلاع، يبقى مثلث جيم ألف دال متساوي الأضلاع، يعني قياس زاوية ألف جيم ده لا تساوي كم درجة؟ 60 درجة، يبقى دي 60 درجة، دي 90، يبقى دي 30 درجة. يبقى أنا عرفت كده بقية الزوايا، دي 90 ودي 90 ودي 90، خلاص. يبقى من الاتزان أستخدم إيه؟ أستخدم قاعدة لامي، نستخدم قاعدة لامي. يبقى شين واحد على الجا الزاوية اللي قصادها 90 و60، يعني جا 150، ممتاز جدا. طيب وشين اتنين على 90 و30، يعني جا 120. طيب والتلاتين على الجا 90، خلاص خلصت المسألة كده وانتهت. اقدر اجيب شين واحد وشين اتنين من التناسب اللي موجود عندي دي باستخدام الآلة، يعني معناته هيبقى شين واحد هيساوي 30 جا 150 على جا 90، وشين 2 يساوي 30 جا 120 على الجا 90، احسب بالآلة وطلع قيمة شين 1 وشين 2. طيب مثال تاني بيقول لي في الشكل المقابل ثقل مقداره كاف معلق في طرف خيط، وينتهي طرف الخيط بخيطين يمران على بكرتين ملساوتين، يعني هنا شين واحد يمر على بكرة ملساء، طالما ملساء يبقى شين واحد هنا بيقابله شين واحد في الطرف الثاني، وهنا شين اتنين يقابله شين اتنين في الطرف الثاني. البكرة ملساء معناته ان الشد يساوي الايه؟ يساوي الوزن، هنا الشد هيساوي الوزن، الشد هيساوي الوزن، تمام. يحملان ثقلين مقدار كل منهما 30 و20، اوجد مقدار الثقل كاف، الثقل كاف اهوت، وقياس زاوية هاء، وعايز قياس زاوية هاء اللي موجودة عندي، قياس زاوية هاء، تمام جدا جدا. يبقى هنقول لي بما ان البكرات ملساء، يبقى معناته ايه؟ ان شين واحد هيساوي 30 ثقل كيلو جرام، وشين اتنين هيساوي 20 ثقل كيلو جرام، تمام جدا جدا جدا. طيب يبقى من الاتزان وقاعدة لامي، من الاتزان وقاعدة لامي نكتب بقى، هيبقى شين واحد على الجا ايه؟ شين واحد على الجا 90 زائد الهاء، يبقى جا
90 زائد الهاء يساوي شين 90 زائد الهاء، مظبوط. شين 2 يبقى شين 2 على دي 60 و90 يعني على جا 150 يساوي الكاف على الجا. الجا كام بقى؟ دي 60، دي 60 يعني 180، 180 ناقص الستين زائد الهاء، 180 ناقص الستين يبقى جا 180 ناقص الستين زائد الهاء، ونشوف ايه اللي هيتم فيها. مظبوط معايا كده؟ تمام. طيب شين واحد بكام؟ شين واحد ب30، يبقى 30 على جا 90 زائد الهاء، 90 زائد الهاء في اي ربع؟ الربع الثاني. الربع الثاني الجا فيها موجبه، هيبقى هيديني جتا هاء على طول، جتا هاء يساوي شين 2 بكام؟ ب20 على الجا 150، نقدر نجيبها بالآله، يساوي الكاف على الجا 180 ناقص اي حاجه، 180 ناقص اي حاجه هيديني ايه في الربع الثاني؟ الجا موجبه يعني هيديني الجا 60 زائد الهاء. الجا 60 زائد، سيب ديت مش هنحتاجها، ديت احنا دي مش محتاجينها في اي حاجه، هو عايز الهاء اقدر اجيبها من النسبتين دول مباشره. يبقى الجتا هاء، جتا هاء تساوي جتا هاء هتضرب هنا، يبقى يساوي 30 جا 150، 30 جا 150 على ال 20، يبقى جتا هاء تساوي، نحسبها بالاله كده ونجيب الجتا بتاعتها نحسبها على طول، يعني هنبقى ايه؟ هيبقى الشيفت الجتا بالكوزين، ونكتب هيبقى كام عندي؟ حط الكسر، 30 ساين 150 على ال 20، اقفل القوس، هيساوي كام؟ 41 و24 و34، يبقى الهاء، الهاء هيساوي 41 و24 و34، 21 درجة و24 دقيقة و34 ثانية أو حسب ما طلعت يعني. أنا خلاص جبنا الهاء كده، كان محتاج إيه تاني؟ عايز الكاف بقى، خلاص بعوض عن الكاف خلاص واظبطها عادي، يبقى الكاف عوض عن الهاء هنا بنفس الزاوية، جمع عليها الزاوية واقدر اجيب الكاف من النسبة عادي خالص، مفيش أي مشكلة. واضحة الفكرة كده ولا إيه؟ واضحة الفكرة، فكرة سهلة وبسيطة مش مفيهاش أي اختلافات خالص. لو القوة بقى زادت، بقى عندي أربع قوة أو خمس أو خمس قوة، ممكن أستخدم إيه؟ أستخدم مضلع القوة اللي إحنا اللي إحنا شرحناه في بداية الوحدة. يبقى أنا عندي قوة مثلا، أي قوة، ده أدي القوة قاف واحد، وأدي القوة قاف اتنين، قاف تلاتة، يبقى المحصلة بتاعتهم اللي بتقفل عليهم، المحصلة اللي هي بتقفل عليهم. طيب ايه الشرط اللازم لاتزان مجموعة من القوى؟ الشرط اللازم لاتزان مجموعة من القوى مأخوذة في ترتيب دوري واحد، مأخوذة في ترتيب دوري واحد، ان مركبات القوى في اتجاه سين تساوي صفر، ومركبات القوة في اتجاه الصاد هتساوي صفر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان محصلة القوى تساوي صفر، محصلة القوى تساوي الصفر. يبقى ده الشرط اللازم والكافي لاتزان مجموعة من القوى المستوية والمتلاقية في نقطة، هو ان تمثل هذه القوى بأضلاع مضلع مقفل مأخوذة في ترتيب دوري واحد، في ترتيب ده ايه؟ ده هندسيا، انما تحليليا يبقى التحليليا هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان المحصله تساوي صفر، او مجموعه مركبات القوى في اتجاه السين يساوي صفر، ومجموع مركبات القوى في اتجاه الصاد يساوي الصفر. واضح كده؟ يعني لو قال لي ايه؟ اثبت ان القوى متزنه، يبقى اثبت ان المحصله تساوي صفر، او مركبات القوى في اتجاه السين تساوي صفر، ومركبات القوى في اتجاه الصاد تساوي الصفر. ناخد مثال، اذا كانت قاف واحد تساوي 5 س ناقص 3 ص،
وقاف 2 يساوي سالب 7 س زائد 2 ص وقاف 3 يساوي ك. فاثبت ان مجموعه القوى قاف 1 وقاف 2 وقاف 3 متوازنه. ماشي، يبقى نجيب مركبات، مجموع مركبات القوى في اتجاه السين. نجمع بقى، يبقى هيساوي 5 ناقص 7 زائد الاتنين يساوي ايه؟ هيساوي 0. مجموع مركبات القوى في اتجاه صاد يساوي، نجمع يبقى سالب 3 زائد 2 زائد 1، ممكن تكتب له كده في اتجاه صاد او مش مشكلة، هيساوي ايه؟ هيساوي 0. يبقى اذا مجموعة القوى قاف 1 وقاف 2 وقاف 3 متوازنة او متزنة. ناخد مثال كمان. طيب هسيبه لك مثال، ده هسيبه لك تمرين نفس اللي فات، ما فيهوش اي مشكلة. طيب ناخد مثال كمان، والشكل المقابل يمثل القوى 16 و 12 جذر 2 و 20 و 4 جذر 5 في الاتجاهات الموضحة في الرسم اللي موجود قدامي ده. هاء منتصف جيم دال، يعني لو قلنا ان هاء دال ده لام، يبقى ده لام، يبقى طول الضلع هيبقى ده 2 لام، وده هيبقى 2 لام، وده هيبقى 2 لام. تمام، عشان اثبت ان المجموعة متزنة لازم احلل القوى في اتجاه السينات وفي اتجاه الصادات. عشان احلل القوى لازم اعرف الزاوية اللي بيتصنعها القوى مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يبقى نقدر نقول له ان القوة كام؟ 16 و20 و12 جذر 2 و4 جذر 5 تصنع الزوايا. الزوايا ايه بقى؟ 16 بصفر، ال20 ب90، ال 12 جذر 2 هنرسمه وبعدين نمسحها. الزاويه اللي بتصنعها، شايف الاتجاه ده لازم امده كده، يبقى الزاويه اللي بتصنعها ببدا من محور السينات لحد ما اخبط في الزاويه، لحد ما اخبط في الزاويه. الزاويه دي كام؟ 45. يبقى دي كلها 180 زائد الايه؟ زائد ال 45. 180 زائد اهي، ادي 180 اهي، 180 دي وزائد ال 45 اللي موجودة قدامي دي، دي يبقى 180 زائد 45 5، يبقى 225. 225. طيب الزاوية 4 جذر 5، نمسح بقى الزاوية دي عشان نعرف نرسمها. مفيش تراجع، يا الله انا مسحت الكل. تاني يبقى 16 و20 و12 جذر 2 و4 جذر 5، قلنا دي ايه؟ 0، ودي 90، ودي 225. طيب هنا الزاويه ديت، يبقى الزاويه من بدايه محور السينات لحد ما اخبط هنا، دي زاويه، دي هنسميها سيتا، انما مش هي دي، انما الزاويه الاصليه هتبقى كده، هتبقى ماشيه كده لحد ما اخبط في هذه الزاويه. دي كام؟ دي 180، والزاويه ديت هتبقى سيتا، يبقى 180 زائد السيتا. طب السيتا دي اجيب الجتا الجا والجتا ازاي؟ طب ما الحته دي اعرف اجيب الجا والجتا ليها، الحته دي كام؟ 90 ناقص السيتا، يعني كله 90، اشيل منها السيتا دي يبقى 90 ناقص السيتا. افتكر ان دي 90 ناقص السيتا، 90 ناقص السيتا. تمام، خلاص. طيب نبدا بقى، يبقى مجموع مركبات القوى في اتجاه السينات هيساوي 16 جتا 0 زائد 20 جتا 90 زائد 12 جذر 2 جتا 225 زائد 4 جذر 5 جتا 180 زائد السيتا. تمام جدا جدا، يبقى يساوي 16 جتا 0 زائد 20 جتا 90، ما فيهاش مشاكل، دي تتحسب بالآلة. 12 جذر 2 جتا 225 تتحسب بالآلة. هنا بقى الجتا 180 زائد السيتا، يعني في الربع الثالث الجتا سالب، يبقى سالب 4 جذر 5 هتبقى جتا كام؟ جتا سيتا، جتا سيتا. طيب ما هي ديت جتا سيتا،
يعني عايز الزاوية ديت يبقى جتا سيتا و90 ناقص سيتا متكاملتين متتامتين مع بعض، يعني الجتا هي الجا، يعني الجتا للسيتا هي الجا للزاوية دي، والجتا للسيتا هي الجا للسيتا هي الجتا للزاوية دي. مفهوم معايا ولا ايه؟ السيتا بتاعتي دي مش هعرف اجيب لها لا الجا ولا الجتا، فانا اعرف اجيب الجا للجتا للزاويه دي. طب ما الزاويه دي متممه دي، يعني الجتا للسيتا هيبقى الجا للزاويه دي، والجا للسيتا هيبقى الجتا للزاويه دي، يبقى هنا هتبقى الجا. نكتبها تاني مش مشكله. يبقى 16 جتا 0 زائد 20 جتا 90 زائد 12 جذر 2 جتا 225 ناقص 4 جذر 5 جتا سيتا. يبقى هنجيب الجا للزاويه دي. الجا عباره عن ايه؟ ده قلنا لام، ده قلنا لام، وده 2 لام، يبقى ده كام؟ جذر 5 لام. مظبوط كده، 4 و1 يبقى جذر 5 لام. يبقى الجتا هتبقى الجا، الجا للزاويه دي. الجا عباره عن ايه؟ لام على لام جذر 5. يبقى لام، اللام هتروح مع اللام، يعني 1 على جذر 5. خلاص نحسب بقى بالآلة. خلاص دي هتروح مع ديت، هيبقى في 4 فقط. نحسب هنحسب بقى كده، يبقى يدينا كام؟ دي 4، هيبقى 16 16 في جتا اللي هي كوزين الصفر زائد 20 في كوزين 90 زائد 12 جذر 2، طلع بره الجذر كده، في كوزين 225 ونقفل القوس. ممتاز جدا. ناقص 4، ناقص 4، هنشوف هيدينا ايه؟ الصفر. يبقى عطاني صفر، يبقى هنا بيساوي الصفر. يبقى المركبات القوة في اتجاه محور السينات عطاني الصفر. طيب يبقى مجموع مركبات القوة في اتجاه الصادات هيساوي بقى نفس الزوايا كده، يبقى 16 بدل الجا هتبقى جا، هتبقى بدل الجتا هتبقى جا. يبقى جا 0 زائد 20 جا 90 زائد 12 جذر 2 جا 225، هنا بقى زائد ايه؟ 4 جذر 5 جا 180 زائد ال 60 زائد السيتا 180 زائد السيتا، يعني في الربع، يبقى هتبقى سالب برضو. يبقى سالب جا سيتا، سالب جا سيتا اللي هي سالب جا سيتا ديت الجتا بتاعتها، الجتا بتاعتها، يعني هيدينا 2 لام على الجذر 5 لام، يعني هيبقى يدينا 2 على جذر 5. يعني الجا هنا هتبقى الجتا للزاوية ديت، الجتا للزاوية دي اللي اقدر اجيبها، يعني اللي اقدر اجيبها. واخدين بالنا كده؟ خلاص احسبها بالآلة وهتطلع ان شاء الله صفر. يبقى كده القوة متوازنة. المسألة دي نفسها تيبيكال، مفيش اختلافات خالص، نفسها بالظبط. معايا حل كتير عليها، لان فعلا واحدة ممكن تتسني منك وتتفلت منك، حل عليها كتير. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.